مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر شاشة قناة البلد الفضائية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد عبر برنامجكم سبورت سكرين، واستعراضنا لآخر وأهم وأبرز الأحداث الرياضية المحلية، وتعليقنا على الكثير من القضايا العالقة والتي تهم كرة القدم السودانية، خاصة ونحن في فترة توقف الموسم وفترة التسجيلات، استعدادا بكل تأكيد لموسم جديد نتمنى أن يحمل الكثير من البشريات لكرة القدم السودانية بعد الموسم الماضي والذي مرت فيه كرة القدم السودانية رغم التأهل الإفريقي في نهاية كأس الأمم الإفريقية ووصول الهلال والمريخ إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لأنه لم يكن موسما جيدا بل كان مخيبا للآمال في الكثير من نتائجه، إضافة للتعقيدات الكثيرة التي مرت بها بطولة الدوري الممتاز ما بين نصفي موسم في 4 مدن مختلفة، والنصف الثاني كانت بالتجميع في الخرطوم. اليوم سنبدأ حلقتنا من سبورت سكرين باستضافة المدرب المعروف الكابتن كفاح صالح الجيلي، وذلك للحديث عن الدوري الممتاز، الموسم المنصرم، كذلك التسجيلات التي قامت بها أندية القمة خاصة بعد فتح الباب لتسجيل حراس مرمى أجانب وخمسة لاعبين محترفين في الفريق الأول وثلاثة في الرديف، ومدى تأثير هذا الأمر على الأندية وكذلك على المنتخبات الوطنية. في الفقرة الثانية سنستضيف وكيل اللاعبين المعروف و مقرر لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة السابق والاتحاد السوداني لكرة القدم أبو بكر مصطفى، وذلك للحديث عن نسخة العقد النموذجي التي طرحها الاتحاد السوداني لكرة القدم للاعبين المسجلين في فترة التسجيلات الحالية. مشاركة البعثة السودانية في دورة التضامن الإسلامي ستكون في فقرتنا الثالثة مع 3 ذهبيات حتى الآن للسودان مع دكتور مكي فضل المولى نائب رئيس الاتحاد السوداني لألعاب القوى السابق والخبير الكبير، وحيحكي لنا كم قصة كده عن هلال مريخ، قصص ممكن تكون تسمعوها لأول مرة ما في سبورت سكرين، لأول مرة ناس كثيرة ممكن تسمع القصص من الخبير الدكتور مكي. لكن دعونا نرحب أولا بضيفنا العزيز والجميل المدير الفني لفريق نادي توتي الخرطومي والمحلل الرياضي والاسم المعروف في كرة القدم السودانية كفاح صالح الجيلي. كفاح مرحب بك، شرفنا منورنا اليوم. مرحب بك أخ محمد، خير، مرحب بكل السادة المشاهدين وكذا المستمعين، مشرفنا منورنا وسعيد بوجودك معنا اليوم. كفاح، موسم منصرم في الدوري الممتاز انتهى بخير وشره، أفرز عن تأهل الهلال والمريخ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، هلال أسح احتل المركز الثالث لأهل الكونفدرالية وأهل الخرطوم بسبب إكماله لاشتراطات تراخيص الأندية المحترفة، نجح في أن يعود من جديد للتمثيل الإفريقي، ولكن كمدرب موجود وعامل في الدوري الممتاز لسنوات وسنوات، يعني الموسم الماضي هل نصنفه موسم للنسيان أم أنه كان به بعض التجارب التي كان ممكن أن تكون مفيدة فيما يتعلق بدورة أولى جديدة لاتحاد معتصم جعفر؟ طيب، الدوري السوداني الممتاز في 4 سنوات أو 3 سنوات خلت انعدمت فيه عملية الذهاب والإياب بالنسبة لأندية الدرجة الممتازة، وفي مناطق لها 3 4 سنوات لم تشاهد فروع تلعب على أرض الواقع، على سبيل المثال هلال الفاشر، كان مريخ الفاشر، الشرطة الجضارف، حي العرب والسودان، أو حي العرب لعب الموسم السابق في أرضه وسط جمهوره. هلا المرة الأولى كان بعملية الكورونا والتجميع، الثاني عملية جسم الفريق الدوري لعمليتي النخبة والتحدي، كان النخبة كانت في الخرطوم والتحدي كان في النيل الأبيض، نعم، كوستي، ربك، كنانة، الجزيرة أبا، والمرة الثانية برضو في الخرطوم، والمرة الثالثة كانت بعملية مختلطة، هو الرابعة العملية المختلطة، إنه ل4 مدن أو 4 ولايات، ولاية البحر الأحمر ممثلة في بورسودان، نعم، نهر النيل في عطبرة، ولاية الخرطوم ممثلة في جبل أولية، ولاية شمال كردفان ممثلة في مدينة الوغيد. فلعبت الدورة الأولى، وفي رأيي الشخصي كان بنظام، كان في ضغط، هذا الضغط مرده بأنه الموسم داير أنه يقفل حيكون مع الرزمانة الأفريقية، لكن في رأيي الشخصي أنه ما كان بالصورة
المثلى ولا الصورة المطلوبة، لكن ضيق الوقت وضيق الزمن جعل انه الموسم يتقسم على شقين، شق ترحيلي ل4 ولايات وشق تجميعي في الدورة الثانية بولاية الخرطوم، و من نال البطولة من نال، ومثل من مثل، وهبط من هبط. هذه الظروف التي مر بها الدوري الممتاز، يعني هل تفرز منافسة عادلة بمراكز عادلة؟ يعني خلينا من هلال المريخ على اعتبار انه الصدارة منقسمة بين الفريقين، هما الأكثر استعدادا، هما الأكثر تأهيلا، هما الأكثر أموالا، وبالتالي الدوري ما بين هلال المريخ لن يرث الأرض الله ومن عليها. ولكن بالنسبة لبقية المراكز، يعني هل هذه الظروف جعلت عدالة المنافسة موجودة أم أثرت على أندية، خدمت أندية وضايقت أندية أخرى؟ طيب، على مدار 27 عام البطولة متقسمة بين الهلال والمريخ. نعم. ما جاء فريق زي بيراميدز، الأهلي، جدة، قسم بين النصر والشباب، نازع على البطولة. الفريق نعم. أو حتى وللأسف الشديد نعم. بغض النظر على الإمكانيات والقدرات المالية، لكن طموح الأندية أصبح في الكونفدرالية، كأنما هي الكونفدرالية هي بطولة بالنسبة لهم. نعم. إذا جينا إحنا غيرنا والناس الفرق قالوا إحنا والله دايرين البطولة ونلعب على البطولة، لكن النادي بيصطدم بواقع مرير جدا جدا، واقع الإمكانيات. الإمكانيات المتوفرة للنادي الهلال المريخ، المريخ والهلال، هي الأكبر وهي الأعلى. في الموسم في أندية ظلمت حقيقة، يعني لو أندية اللي كانت تلعب وسط جمهور وتعتمد على جماهيرها في عملية الفوز، يعني مثلا زي الأمل عبرة، نعم، فريق كبير وعريق ومحترم، فريق جماهيري، ظلم، لعب في 3 ولايات ولعب في ولاية الخرطوم والولاية الرابعة لدورتين. فأنا بفتكر إنه الأمل ظلم ظلم كبير جدا جدا، كذلك حي العرب برضه فريق جماهيري، الشرطة فرق جماهيرية. لما تيجي تسأل بتلقى الموضوع ده كله وراه الإمكانيات. صحيح. في أندية قدمت مستوى، الليلة هلال برسودان أنا بحيون، نعم، قدموا مستوى كبير جدا جدا وأهلهم إنه يمثلوا السودان، ودي ما المرة الأولى نادي الهلال الساحلي يمثل الهلال، يمثل السودان، وقبل كده كان جاء بطل عموم السودان في وقت كان والمريخ عام 1992. الأهلي الخرطوم برضه مثل رغم إنه هو سادس الدوري، لكن الظروف القانونية بتاعت الرخصة وخلافه صحيح أتاحت له، بخلاف الرخصة برضو النادي الأهلي يستحق إنه يمثل وكذا. في أندية قدمت مستوى جيد مميز، كوبر الدورة الثانية قدم مستويات كبيرة ومستويات راقية جدا جدا ومستويات صحيح ممتازة. حي العرب برضو قدم مستوى بعد الاهتمام الإداري. هلال الفاشر، هلال الفاشر قدم برضو مستوى جيد. كل الأندية قدمت مستويات ومستويات رفيعة. كان حزننا كبير جدا جدا على هبوط ناديين كبار مثل السودان، الخرطوم الوطني، هلال الأبيض، لكن الإشكاليات الإدارية هي من عصفت بهذين الناديين العملاقين، ونتمنى انه يعودوا لنا باسرع فرصه لموقعنا الطبيعي والطبيعي في الدرجه الممتازه. طيب، الان حديث الاتحاد السوداني لكره القدم رسميا الموسم الجديد والذي سينطلق غالبا في اكتوبر المقبل، الحديث عن انه سيعود الدوري لنظام الذهاب والاياب. في ظل هذه الاشكاليات الماديه الموجوده وفي ظل زياده عدد الانديه ل 18 نادي من 16 نادي، يعني هل تعتقد انه الانديه قادره على ان تعود تلعب من جديد بنظام الذهاب والاياب ويعني تحمل تكلفه الترحيل الكبيره؟ والله انا اقول لك بوضوح شديد جدا جدا اخ محمد انه الانديه غير قادره، وان كان في انديه عفوا محتاجة إنه تلعب وسط أرضها وجمهورها، لكن النواحي الاقتصادية اللي بتمر بها الكرة السودانية شان الثقافية والاجتماعية والرياضية شيء صعب جدا جدا على الأندية. مثلا أنا أضرب لك مثل بالواقع، نادي حي العرب بورسودان في أقصى الشرق، لما نجي يلعب في أقصى الغرب مع حي الوادي نيالة، ده محتاج له 15 مليار ترحيل وسكن وإعاشة. نادي حي العرب أول هلال برسودان هما الاثنين هناك، ده موقعهم، يعني محتاجين في الموسم لأكثر من 280 مليار لازم تكون متوفرة لعملية موسم.
ده ما فيه ترحيل طائرات لا ده لا ده لا ده لا ده لا ده. نعم. كذلك حي الوادي من هلال الفاشر. نعم. النواحي الاقتصادية قد تلعب دور كبير جدا جدا. وناتي ثاني لموضوع التجمع وده اللي يفترض انه يحصل. النواحي الاقتصادية بتحميك من حاجات كثيرة. يعني بحسابات الربح والخسارة الأندية الكثيفة في 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 الممتاز 7 أندية هي في الخرطوم ولا 8 دي اللي حتكون مرتاحة، لكن أندية الولايات حتعاني معاناة كبيرة جدا جدا. نعم. حتيجي تقول لي يا أخي ممكن يكون بنظام النظام الدائري، يعني مثلا نادي توتي مرق يلعب في شندي مع أهل شندي، يلعب مع الأمل في عطبرة، يلعب مع الفلاح في عطبرة، وقد يلعب مع نادي الأهلي مروي برضو من ناحية برضو هي مكلفة. الدوري السوداني أتمنى أنه يكون في رعاية من الدولة، طرحه رعاية تامة لأنه هو الواجهة الوحيدة اللي بتمثل السودان عن طريق الدوري الممتاز. الأندية بتمثل السودان الآن، حتكون في إشكالية كبيرة جدا جدا حتى في الأندية الممثلة كونفدراليا. نعم. هلال بورسودان، الأهلي الخرطوم، أنا شايف الدولة رافعة يدها عشان احنا الأندية الدولة ذاتها يفترض أنه تشجع الأندية دي تتحمل نفقات السفر، السكن في فنادق، تتحمل استضافة الحكام، دي المراقب، دي كلها بتكون على النادي. فمثلا زي النادي الأهلي الخرطوم داير له أكثر من 100 مليون 100,000 دولار أو ما يزيد لاستضافة الفريق الليبي. هلال بورسودان داير له أكثر من 120-130 ألف دولار لهذه المباراة. هما الاثنين منه كتر خيره مثلوا السودان، لكن يفترض انه تكون في وقفه، ووقفه كبيره جدا جدا من الاتحاد، من الانديه، من المؤسسات، من الشركات، من الهيئات، كل مهتمين بهذه الانديه بنفتح باب كبير جدا جدا لباقي الانديه عشان تمثل. تاثرت الانديه بغياب الرعايه، تاثرت الانديه ايضا بغياب البث بالشكل المتواصل. والله تأثرت، حتى الرعاية اللي عندنا هنا اللي بتجي في السودان رعاية ضعيفة. نعم، والآن ما في أصلا، هي احتمال تكون معدومة. الآن يا محمد خير نادي الأهلي القاهري عنده 21 شركة راعية. صحيح. ال 21 شركة دي كلها بتكون في التيشيرت، في 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 التيشيرت، تيشيرت النادي الأهلي. نعم. بتكون حتى في الشورت بالأمام بالخلف بالأجناب. بتقسم كده كمساحات إعلانية. مساحات إعلانية. نعم. وإعلانية كبيرة جدا جدا. النادي الاهلي مثلا القاهري في سنويا بتخش قروش، احنا هنا سنويا النادي بيخسر. صحيح. الانديه الكبيره الجماهيريه مثلا زي الهلال، زي المريخ، الاهلي القاهري، الزمالك، بتجي بتدور انه في قروش. احنا ما ضعف، ضعف الاحتمال يكون عدم ثبات دورينا، احتمال الرعاه بيقولوا انه دورينا ده ممكن يكون ضعيف بالنسبه لهم، ما فيه عايد، الشركات اللي بتتقدم للرعايه. ولكن فحصدقك القول معظم بيقول الكوره بقت مناخ بتاع مشاكل، جيت للهلال لازم تمشي للمريخ، جيت للمريخ لازم تمشي للهلال، فالبعض بيعزف اصلا عن الرعايه والاعلام في كره القدم. والله شوف الرعايه والاعلام ديل دي اساس الكوره. الليله الانديه دي كلها بتعتمد على جيوب الافراد. صحيح. ما قاعد تعتمد على الشركات. حتى لو حصلت تيشيرتات هلال المريخ اختفت منها الرعايه والاعلام. اختفت بصوره كبيره جدا. نعم. جدا. احنا نتمنى انه يكون في رعايه، يكون في الدوله تهتم زي ما الدوله هسه بتهتم بحلحله المشاكل. المشكله المعضله الكبرى انه الدوله مفترض تحل مشاكل الرياضه عشان زي ما اقول لك اضانه زي تكون بارده. لما انا اشغل الجمهور واشغل المتابعين وعشاق الرياضه كل الامور دي بتكون على 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 مستوى كبير جدا جدا. فاحنا للاسف الشديد لا لاقين رعايه، لا لاقين اهتمام، لا لاقين حتى الدولة للأسف الشديد هي بتشيل يعني من الكورة. صحيح. الزكاة، الضرائب، في جزء يقول لك 5% مال ترفيه، وين الترفيه؟ ما في ترفيه، ما في حاجة في الدخل بيتوزع. حتى الكهرباء دي الدولة المفروض تشارك في الكهرباء. الآن لو دارت تتمرن في ملعب أو في مباراة دار لك 250-300 ألف دي كهرباء عشان تلعب لك ساعتين، فهذه كلها معوقات للرياضه وللكوره. طيب معوقات لوجستيه كبيره جدا بتقف امام انديه الدوري الممتاز. يا ريت تعمل تلفونك سايلنت بس يا كفاح، لانه حاجيك لنقطه مهمه جدا وهي نقطه فنيه. يعني البعض تحدث عن انها ممكن تكون مفيده للانديه السودانيه المشاركه افريقيا زي الهلال والمريخ وهلال الخرطوم وهلال بورسودان وهلال بورسودان وهلال الخرطوم بالترتيب، يعني وهي نقطه
او قرار اتحاد السعودي لكره القدم بزياده عدد المحترفين لخمسه محترفين في الفريق الاول وثلاثه في الفريق الرديف. يعني في رايين في هذا الموضوع، الراي الاول يرى بان هذه مساله مفيده جدا، سترفع التنافسيه، سيستفيد منها اللاعب السوداني. البعض الاخر يرى بانه تجاربنا اساسا مع المحترفين غير جيده، هذا الامر قد يتضرر منه بشكل كبير جدا المنتخب الوطني. كفاح مع اي راي؟ طيب انا مع الراي اللي بيطور الكره السودانيه، نعم يعني موافق على القرار كويس بشروط. نعم الان مازيمبي لديه اكثر من 14 لاعب محترفين من خارج الكونغو والباقي محترفين في تاكولوب دي هنا في الكونغو القريبه. الترجي التونسي اكثر من 19 لعيبه ديل كلهم يكونوا محترفين. بعد ذلك بتجي المشاركة بتاعت اللعب. إذا مثلا الهلال عنده 12 أو 13 محترف دايرين منهم بحارس المرمى 10، إذا فتحنا باب المشاركة ال 11 اللي بيلعبوا هيلعبوا لي 34 مباراة على مدار السنة. المنتخب السوداني لما نيجي يلعب ما حيلقى لاعب جاهز، وإحنا جاهزيتنا كلها معتمدة على الهلال والمريخ للتنافس الأفريقي. هنا المنتخب قد يتأثر تأثير كبير جدا جدا. الليلة جبنا مثلا جناح يمين كنغولي، عندي ياسر مزمل جناح يمين. الكنغولي ده نجح، ياسر مزمل هنا مشاركته بتكون ضعيفة جدا جدا. نعم هنا لما الكنغولي بيلعب من 34 غادي يلعب 19 20 25 مباراة، ياسر مزمل هنا ممكن يلعب 19 مباريات أو أقل. هنا المستوى الفني لياسر بيكون انخفض، هنا انخفاض المستوى الفني لياسر بيصاحب طوال انخفاض في المستوى الفني للمنتخب الوطني. واحنا اهم شيء عندنا المنتخب الوطني مع احترامنا وتقديرنا لنادي الهلال والمريخ. الانديه سجلت بكثافه كبيره جدا جدا على مستوى المحترفين هما نادي القمه الهلال والمريخ. صحيح ديل ليه؟ لانه عندهم امكانيات وعندهم قدرات والنظرة بعيدة جدا جدا لمنافسات افريقية. نعم. الهلال يبحث عن البطولة الافريقية وده حق مشروع وحق كبير جدا جدا. ونتمنى انه يناله الهلال، نتمنى انه يناله المريخ. لكن ما تكون على حساب اللاعب السوداني. يجب تغنين مشاركة المشاركة. بيحصل ده يعني حتى على المستوى يعني على المستوى المحلي ممكن تكون مقننة نوعا ما بانه يعني ما يكون في اكثر من ثلاثه موجودين، او حنشوف ممكن يحصل يعني تغيير لهذا القرار في ظل الكم الكبير. ولكن على المستوى الافريقي لو مسكنا الهلال يعني امسك فوفان الحارس الايفاري يقول لعب، عندك الظهير ايسر الغاني، المدافع الانغولي الجديد الكاميروني سلمون بانجا، ديل ثلاثه، حيكون بس الباك اليمين هو السوداني. نعم. عندك في خط الوسط لو لعب جيرالد فيري ولعب السنغولي الإيفواري ولعب معاهم أوغاغون، ديل برضو ثلاثة أجانب بما إنه فيري مجنسين. نعم. على الأجنحة لو لعب الغاني جارجو والكونغولي ليبولو ديل برضو أجانب، حيكون عندك بس الباك اليمين ورأس الحرب هم السودانيين. ده لو ما جرى رأس حرب المهاجم السوبر بيتكلم عنه في اليومين الجايين توقعوا معاه ووصل البلد يعني. طيب معناه أنت يعني ممكن تلعب مباراة إفريقية يا كفاح ولاعب سوداني واحد فقط هو الموجود في التشكيلة. دي إشكالية كبيرة جدا جدا. وبعدين في نقطة لو اللائحة بتاعت المنافسة الدوري المحلي أو الدوري السوداني الممتاز ألزمت الهلال والمريخ بإشراك خمسة، أنت بتكون هنا قضيت على 7-8 لعيبة في نفس الفهم بتاع اللاعب السوداني. نعم. أنت الليلة أنا ما محترف، المحترف ده من حقه يطالبك يلعب، أنت زي ما بتطالبه لو ما لعب مثلا 10% 20% 25% تفسخ عقده. اللاعب المحترف ده لو ما لعب و 15 20 مباراة وكذا برضه من حقه يفسخ العقد بتاعه. لكن الطرفين ممكن يكونوا متأثرين، المنتخب ممكن يكون متأثر، اللاعب إذا احنا قلنا والله يلعبوا 3-4 لعيبة على مستوى التشكيلة هنا بيكون في تأثير كبير جدا جدا. أنت الليلة هنا بتكون قللت له الجرعة التدريبية، الانسجام، حاجات كثيرة جدا. احنا يجب أنه مفترض أنه يكون في دراسة. اللاعب الاجنبي جاء على القمه جاء على حساب اللاعب الوطني، واحنا همالين اللاعب الوطني للمنتخبات يعني. نعم دي مهمه جدا جدا. المشكله وين ناس بتكون في حراسه المرمى. نعم طيب انا حاجيك لحراسه المرمى. نعم. دي براءه لانه يعني البعض تحدث بانه من الممكن انه نفتح في كل المراكز باستثناء حراسه المرمى لانه عندنا مشكله ما في حراسه المرمى الان في كره القدم السودانيه. لكن يعني ما يقدم اللاعب السوداني في البطولة الإفريقية البعض يرى بأنه لا يشفع له،
وانه لما حققنا نتائج كبيره كان نجوم هلال المريخ هم جودوين ويوسف محمد وكلتشي، رغم التالق الكبير اللي كان موجود فيه نجوم زي هيثم مصطفى ومهند الطاهر وما الى ذلك. ايدا هور في المريخ، عدد من اللاعبين المتميزين الذين كانوا موجودين في المريخ في ذلك الوقت، ولكن البعض يرى بانه نوعيه اللاعب السوداني انخفضت نوعا ما، فبالتالي اصبحت المطالبه برفع عدد الاجانب مطالبه منطقيه عشان تقدر انديتنا دي تمشي لقدام، كل ما دي تمشي لقدام افريقيا هذا الامر ايضا يساهم في تطور الكره السودانيه بشكل عام. طيب لما جاء جودوين الناس طالبت بشطبه، صحيح، يوسف محمد تقريبا ما قدم المستوى المأمور، صبر عليهم الهلال والمريخ. الهلال صبر عليهم، كان في لاعبين مميزين جدا جدا، معز محجوب في حراسة المرمى، سيف، علاء الدين جبريل مثلا، يوسف محمد، خالد جوليت، مهند الطاهر، هيثم مصطفى، الجيل ده حمود، غير موجود، حمود بشير، نعم. يعني النسبة اللاعبين السودانيين المشاركين كانت الأشياء الغالبية، نعم. الآن هنا عندك نسبة 100% ديل أجانب. أنحنا هل بيئتنا نحن نتكلم عن البيئة، احنا هسه الملاعب كلها في اشكاليات، صحيح. الليله الملعب مثلا في 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 ملعب ما داير اسمي يكون فيه اشكاليه كبيره جدا جدا، احنا ما حفرنا ودقدقنا ديل ما بيقدروا لك يا محمد خير، صحيح. بيلعب لك انت في النهايه لو ما لعبت دوريا ما بيقدر. احنا مع المحترفين، حتى مصر دي بتجيب المحترفين. وكيل اعمال سيفتري لما سيفتري يعني يتكلم معه انه ممكن يرجع للمريخ، قال له انا ما عندي مشكله ولكن ملاعبكم سيئه وانت راجع من الرباط الصليبي، افضل تواصل في مصر. يعني شوف الملاعب مؤثره حتى على رغبه لاعب في العوده للسودان، طبيا ممكن تكون حاجه سيئه له، واكبر مثال على ذلك التش رجع لعب. احنا ملاعبنا دي من ناحيه بتعوجك، دي بتعوجك لو انت سليم بتعوجك، خلي راجع من الاصابه لو مشيت فيها ممكن تعوجك دي. الملاعب دي اهم شيء، اشكاليه كبيره جدا جدا، نعم. واحنا هسه دي بنتكلم من اولى نجاح اي منافسه لازم يكون عندك ملاعب، وملعب كبير جدا جدا وملعب مجهز بكامل. نعم. احنا هسه في السودان الان عندنا ملعبين والثالث جاري لتجهيزه. الملعب الاول هو ملعب نادي الهلال. نعم. الثاني بملعب الوبيض. صحيح. شيكان. فللاسف بورسودان نوعا ما برضه كويس. نعم. للاسف الشديد في ملعب يحتاج لرعايه. المدينه الرياضيه في كريمه. كريمه نعم. دي الدوله يفترض انه تهتم بها شويه. ويمشوا يصينوه يصلحوه ممكن يعمل عمل كبير جدا جدا، لكن الإهمال هو من غاد لدمار هذه الملاعب. نعم. دمار مش صيانة، دمار عديل كده. فنحن نرجع في العالم كله الملاعب دي ما بديرها الاتحاد ولا بتديرها الوزارة، أي ملعب كرة قدم بيكون عنده هيئة أو إدارة متخصصة وموظفين معينين من الدولة، عشان الملاعب دي بنتهي منها الإهمال، بنتهي منها التكفيل، عدم ممارسة النشاط الرياضي فيها، وبعض التخاريج اللي بتقام في الملاعب بتنتهي برضه من الارضيات، فلازم يكون في صيانه موجوده لهذه الملاعب بشكل كبير جدا. طيب موضوع حراسه المرمى، يعني شايفه كيف كمدرب في الدوري الممتاز، دربت الكثير من الحراس، بعض بيرى انه في ازمه الان في حراسه المرمى، وانه عشان نساعد انديتنا في انها تسحب بعيدا افريقيا يجب ان يتم السماح، وناس بتقول لك هو ده السعوديه بعد قفلت فتره رجعت ثاني سمحت بالحارس الاجنبي، شايف القرار ده كيف؟ وهل ممكن يكون مفيد ولا حيكون يعني فيه حكم بالاعدام على حراس المرمى السودانيين واول المتضررين المنتخب الوطني؟ طيب احنا ما عندنا ازمه بتاعت حراس. نعم. عندنا خامه جيده جدا من الحراس. عندنا علاء ابو 20، وعندنا محمد المصطفى، وعندنا محمد ادم جنقل، وعندنا محمد ابراهيم كامين، وعندنا كديابة، خامه على واسحاق وابوجا، خامه ممتازه جدا، صحيح. جدا اكرم الهادي، لكن للاسف الشديد عندنا ازمه مدربين حراس. مدربين الحراس هم ازمه كبيره جدا جدا. الان الحراس مدربين الحراس المصنفين على اصابع اليد. نعم. على اصابع اليد، الواحد بحيي احمد النور، ياسر كجيك، عيسى الهاشماب، خالد درويش، ابو بكر الشريف، مجهود. نعم. مجهود ذاتي منه. نعم. لكن ما في تاهيل. نعم. ما اشتغلوا بالمهارات الفرديه اللي عندهم. نعم. احنا هسه الليله احمد النور قدم لنا في مستوى، صحيح. كبير جدا. نعم. حراس وصبغوا كجيك وعيسى كلهم اشتغلوا، بيدفعوا من لكن ده بمجهود ذاتي منهم. نعم. احنا الدوله
الدولة المفروض تأهل هؤلاء المدربين وتهتم بهم، عشان ما نقفل الباب، الباب اللي اتفتح لنا جديد ده كمان، جيب لنا حراس من برا واحنا عندنا الخامة. نعم. الا قفل حراسة المرمى حيأثر على توتي، على كوبر، على حي العرب، على هلال الفاشل، على وين، على وين، كل الحراس دي حيلعبوا، ما حيكون عندهم اي طموح يقدموه الى قدام. احنا نتمنى انه النظره دي تغير او تغيم موسم موسمين، بعد ذاك الناس تشوف الافيد والاصلح. الليله ما ممكن اجيب مكسيم الكاميروني اقول تعال احرز منتخب السودان، صحيح، ولا ما كده يا محمد؟ صحيح. الليله ده كله على حساب ناس 27 المساكين دي التجربه، واتمنى انه ذاته من ناس 27 وابوجا وكدياب واسحاق ديل ما يستسلموا، مع الحارس الجاي يكون التنافس شريف داخل الملعب، لانت كل ما نافست كل ما نافست زميلك المستوى الفريق بيرتفع. نتمنى انه يكون التنافس شريف، تنافس ممتاز جدا جدا، حراسنا ديل يكون عندهم الصغه في نفسهم عشان يقدموا الافضل والاجود والانفع يعني. طيب رجعنا تاني للتجنيس، شايف دي خطوة إيجابية، خطوة في الطريق الصحيح، ولا مع الآراء بتنتقد هذا الأمر؟ طيب التجنيس استفادت منه دولة قطر أكثر شيء. نعم. وشالت بها بطولة آسيا، وعندنا لاعبين وطنيين. عبد العزيز ومعز. عبد العزيز حاتم. ومعز، وكلهم ذي لاعبين وطنيين. نتمنى إنه التجنيس يستفيد منه السودان. لو اللاعب المجنز ما شارك مع دولته وادو جنسيتنا الغالية علينا دي ادوها ليه، ان احنا بالنسبة لنا منفعة، لكن اذا كان التجنس من اجل خلق مزيد من مساحات الخانات في النادي، انا افتكر هذا انه تحايل على القانون. اتمنى انه التجنيس يكون لمنفعة الكرة السودانية. محمد خير ده كاميروني او نيجيري او كفاح ده سنغالي، انا جنسته عشان يستفيد منه المنتخب وبعد ذلك يستفيد منه الباقيين. نتمنى انه تكون دي النظره. يعني ممكن تأيد لو الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني استدعى بعض اللاعبين المجنسين ممكن تنطبق عليهم شروط المشاركه مع منتخبنا الوطني، هل حتكون من المؤيدين للخطوه دي؟ لانه في فتره من الفترات بعد تألق كيلتشي وجودوين والحديث عن انه ايداهور برضه كان في كلام كثير انه تم الاستعاده يعني الاستعانه به في المنتخب الوطني، ظهرت الكثير من من المدربين الوطنيين وقالوا كده حتقتلوا لنا المواهب الشابه في السودان. انا مع التجنيس اللي بيستفيد منه المنتخب، تستفيد منه المنتخبات. نعم. ولو لاحظت التجنيس لوين؟ للاعبي الرديف يعني اقل من 22 20 23. نعم. كده. ده انا لو جندت او جنست اللاعب باقل من كده وهو قبل كده ما شارك مع منتخب، ما شارك من وين؟ انا كمدرب طالبت بزيد من الناس كاميرون او جنسي او قطري او سنغالي، السودان ممكن يستفيد منه انا مع التجنيس. لكن التجنيس اذا كان لفتح باب من الخانات او التحايل على المساحات الزمنيه الكبيره جدا جدا من اجل التسجيل انا ضده، لكن لو كان للمنتخبات انا معه، يعني زي قطر زي الامارات كلها في تجنيس يعني. نعم. يعني شيء معمول به من الفيفا من وين، لكن هناك زي ما انت ذكرت بيستفيد منه المنتخب الوطني، يعني لاعب الوصل الاماراتي الموهوب ليما لعب هنا في السودان مع الهلال، لما تم تجنيسه ما عشان يلعب مع الوصل، عشان يلعب مع منتخب الامارات. بالضبط كده. نعم. وبعدين حتى احنا عندنا برشم في الوزن ده سوداني جنسيه. نعم. من بنيران هنا من مبده، جنسوه وشال بطوله كبيره جدا جدا لقطر. صحيح. فانت بتجنس الزول بتستفيد منه لاعلى يعني لفوق. صحيح صحيح. طيب ده بخصوص التجنيس وبخصوص يعني التسجيلات، احنا حاليا في موسم تسجيلات يا كفاح، ولكن يعني تحسبه موسم هادي ما زي المواسم السابقه، هل الازمه الماليه اثرت حتى على الصفقات الضجه اللي كان بيتكلم عنها والمغالاه اللي كانت بتكون موجوده والقصه اللي كان بيحصل ما بين المدربين في اللاعبين؟ الناس كلها ما عندها قروش عشان كده ما حسينا بموسم التسجيلات، ولا عشان يهو موسم الثالث توالي تسجيلات الكترونيه ما في المشي للاتحاد و استاذ علي اليمين والتفاصيل اللي كانت بتحصل والزفه والجوطه والكلام ده؟ طيب النواحي الماليه لها تاثير كبير جدا جدا، تاثير مبالغ فيه. وفي السابق كان انديه الوسيط هي من تقوم بهذا الحراك الكبير جدا جدا. نعم. الغاء الوسيط برضه له ادى لركود
موسم التسجيلات. الشيء الثاني الأندية طلعت من منافسة. نعم. من منافسة تون. وبكرة جولة التسجيلات. في أندية لحد لغاية أول أمس كانوا لاعبين الزوم والغمارة في الخرطوم. نعم. وما اكتملت للأسف الشديد نادي الغمارة جو سبعة ومشي قانوني. صحيح. واحد وقع الحكم صفر وزي لبسوا فنايل وبناطيل ومرق وتخارج. التسجيلات شغالة، المباريات شغالة، الدوري شغال، ده كله له تأثير كبير جدا جدا. يا أنا بمشي وبجي وبقول ولاة الولايات يجب عليهم دعم الأندية دي اللي بتشارك على مثلا نهر النيل. عندك ثلاثة أندية، الأهلي شندي، الأمل الفلاح، محتاجين لدعم تدعمهم. والبحر الأحمر عندك الناديين تدعمهم. عندك نادي ممثل في التأهيل، دعم الدولة. لو ما في دعم لهذه الأندية ما حيكون في تسجيلات، ما حيكون في نشاط. ويا محمد خير أتوقع كلامي ده وأتذكره، في الدوري الممتازة في فريق ممكن ما حيسافر لأنه ما يلقى له قريش بس. صحيح. في فريق ما حيمشي يلعب مباراة يقول لك هذول ما مؤثرة. القواعد العامة بتقول لك أنت في حالة الانسحاب يشيلوا منك ثلاثة نقاط ويغرموك 10,000. أنا خير أدفع 10,000 ولا أدفع لي 15 مليار. صح. دي لها كلها لها تأثير كبير جدا جدا. السنة دي ما في تسجيلات، تسجيلات كلها عشوائية، كلها بالدين، كلها في لعيبة كبار في السن حايمين في حتات معينة كده. بيجوا بداية الموسم مع السفر ده إصابات، مرض، إنذارات، مع الكرة السودانية بتبقى محلك سير. لكن أنا والله في أندية وعجبت بتسجيلاتها جدا جدا. يعني هلال بورسودان سجل حوجته. ما يندفع والله نحن حنسجل كده وكده وكده وكده. حي العرب برضو حوجته. حيدوب سجل لاعبين ما على حسب الحوجة وعلى حسب إنه فريق طلع لأعلى ولا كده. الرابطة كوسي اتجهت للشباب وده ده المهم. هلال الفاشر شباب اتجه لإعارات، احتمال تكون أزمة مالية، احتمال تكون أزمة إدارة، لكن هلال الفاشر هلال نادي محترم ونادي موضح. الأندية الزوم اكتفت بلاعبين الدرجة الثالثة والثانية وجزء من الأولى بحسبان بأنه عندهم شباب وممكن يقدموا وممكن كده. لكن التسجيلات عامة في رأيي الشخصي ما بترضي، ما بتقضي الطموح. الفلاح برضو سجل تسجيلات نوعية، مزيج بين الخبرة ومزيج من الشباب. الأمل اللي اكتفى بلاعبين محليين. فهذه كلها هذه تسجيلات الموسم. وشوف ودي الرئيسية، فممكن تكون تسجيلات رئيسية بهذا الشكل يعني. صحيح. طيب يعني في ظل التسجيلات دي الأهلي الخرطوم بالمناسبة سجل تسجيلات أفريقية مع زلقوز. لاعب مزعب جلنجات. نعم عندهم خبرة. الصادق الجريف من الشرطة. دي تسجيلات أنا في رأيي نوعية يعني. نعم. دي تسجيلات ناس دارين يمشوا مرحلة مرحلتين في البطولة الأفريقية. إن شاء الله نتمنى ذلك للفريق الجميل أهلي الخرطوم. وتحية كبيرة طبعا لصديقي العزيز الفاتح إبراهيم التوم. طيب لكن يعني الناس دائما بنتكلم، احنا حتى بدأنا حلقة إنه في بون شاسع ما بين هلال المريخ وما بقيت الأندية بمستويات المحترفين والأسماء جات لهلال المريخ. البعض سيتحدث إنه حيكون هما في وادي تاني وبقيت الأندية في وادي تاني، وبالتالي يعني من الصعوبة بمكان إنه يحدث تطور لكرة القدم السودانية طالما في ناديين فقط لهم 27 28 سنة مسيطرين على الكورة. 50 سنة حيكونوا مسيطرين على الكورة، لكن الفرق ما حيكون كثير جدا جدا. ميادين نادي، ملاعب نادي، الأفارقة جايبينهم دير ما بيقدروا عليها. هنا اللاعب المحترف هو الأجنبي ده أهم شيء عنده يحافظ لك على نفسه. صحيح. على صحته، على لياقته. لكن هنا ناس عمر صولون دول بيداكشوك باليمين بالشمال ما عندهم شغلة، دايرين النتيجة دايرين يلعبوا، لكن هنا بيلعب زي ما بقول لك بالشوكة والسكين. إلا الدوري ده يعملوه هنا في محل الميادين السمحة دي، لكن محترفين نادي المرق في الولايات ما بيقدروا يلعبوا. نعم. إلا يرجعوا تاني للناس القدام يقولوا لي أخوانا البطولة الأفريقية الملعب هو خلاص البطولة الأفريقية ألعبوا ديل ناس عيد مقدم يا سر مزمل هو كفاح يعني. حتى في بعض اللعيبة الوطنيين اللعيبة السودانيين الحاجة دي معروفة لكل جمهور الكورة، في ملاعب بزغوا منها، في لعيبة كانت بزغوا من النقعة وانت عارف.
النجع وملعب عبرة. وفي لعيبه بالزوغ. مين استعد الخرطوم ده؟ انا في لاعب قال لي شفت كوره في استاد الخرطوم، انا ما بلعب. نعم نعم بيزوغ بيعمل فيها مصاب، بياخد انذار الكوره القباله، اللعيبه ذاته بيجوا يعني يا يتحرفنوا شويه يعني. اسي الليله اللعيبه كلهم مثلا ملعب عبرة، اي لا زول ذكرت اسمعنا ملعب عبرة، ملعب عبرة ملعب بيعرفوا للناس، صحيح ملعب ما شاء الله ملعب جميل، الجمهور قريب، صحيح الموسيقى، النواحي الفرحية كلها فيه. نعم لكن عنده نوعية حذاء معين بتلعب به. ايوه يعني ما بتلعب بحذاء اي حذاء، عنده حذاء معين بتلعب به عشان تجي تقدم به مستوى. لاعبين الدوري الممتاز كلهم حفظوا ملعب عبرة، لكن قدر اللي جاي الكنغولي والسنغالي والنيجيري ما بيقدر، بيقدر ما اظن، محتاج لعمل وحاجة يقول لك يا اخي كذا. السنغالي والكنغولي ده جايبين نوع ليراديس ما لومومباشي يعني احنا ان شاء الله ولي مركب محمد الخامس، الناس دي بتعاين للسوبر الافريقي يا 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 السوبر الافريقي ده داير اعداد. نعم. اعدادك وين؟ في الدوري. انت الليله دي لو ما لعبوا معاك دوري تلعبون وين؟ لازم يجتهدوا ويلعبوا وينشطوا في الدوريات دي. لو ما لعبوا لك دارت تلعبوا منافسه افريقيه ما بتقدر. احنا هسه الليله عندنا الهلال والمريخ شايلين منه اكثر من 20 لاعب في المنتخب. صحيح. فهذول عماده المنتخب. نعم يعني. الهلال بدا اعداد بالامس مع المدرب الكونغولي فلوران، وبغياب 7 لاعبين موجودين مع المنتخب الوطني وهم العمود الفقري بكل تاكيد للهلال. واحده من مشاكل الهلال الموسم الماضي يعني واللي تكلم عنها عدد من النقاد ومشاكل الانديه السودانيه اللي بتلعب افريقيا بشكل عام هو الموسم نفسه، يعني معسكرات مع المنتخب، بطولة إفريقية بتبدأ قبل بطولة الدوري، والحاجة دي كثير من المحللين الرياضيين بيقولوا إن هي قاعد تأثر سلبا على مستوى الأندية الهلال والمريخ. بيبدو البطولة الإفريقية قبالة الدوري وبيبدو إعداد ناقص العدد. شوف السنة دي أفضل، الموسم انتهى قريب. أيوة. ومع نهاية الموسم في 7-8 لعيبة من الهلال مع المنتخب، وفي 6-7-8 ولا 10 11 من المريخ مع المنتخب. اكيد اعداد المنتخب بيكون افضل اجود انفع. المشكله هتبقى وين؟ مدرب الهلال هو مدرب جديد يعني. نعم. داير يشوف كل اللاعبين قدامه. لكن مع القنوات المتاحه والاشياء المتاحه بالنسبه له ممكن من خلال الاشرطه، خلال المتابعه، خلال المباريات، خلال كده ممكن يتابعون. ظروف، انا عجبت جدا بتصريح لمدرب الهلال قال ما داير معسكر خارجي، داير معسكر داخلي. انت بانه المدرب ده مدرب عملي. المدربين اللي بيجيبونا اجانب ديل دايرين امشي القاهره ودايرين امشي لا كل واحد بيودينا بلده، داير يمشي بلده، داير يمشي يتونس بينا هناك ويشرشح بينا زي ما بيقولوا ويجي، لكن ده قال داير يقعد هنا. انا اتوقع نجاح باهر لمدرب الهلال. والغراير قدم مستوى فني رائع جدا مع المريخ، ومستوى وما خسر. هو التحيه برضه لاخونا ابراهوما المدرب العام السابق، قدم مستويات كثيره يعني كبيره. برضه النفطي حاتم محمد احمد قدموا مستويات ومستوى كبير. انا حقيقه اشدت بنهج نادي المريخ انه ابراهوما طبعا كان المفروض يكون موجود معانا الليله، لكن قال لي خلينا اسجل لعبتي ديل بعدين بجيك بارتياح. ثاني عنده تسجيل؟ ثاني عنده تسجيل، ده كلامه معايا من صغيرته. لا ما خلاص انتهى. سجل لعيبته امبارح، سجل لي 3-4 وثاني حيسجل 3-4، والله الناس حيدولوا بارو ابراهيم سجلون 80 لاعب. تحية لابراهيم وتحية لإدارة نادي حيدوب النهود بكل تأكيد، نتمنى لهم نتمنى لهم التوفيق وسعدنا جدا بأنه النهود تكون موجودة في الدوري الممتاز، لكن الدوري الممتاز نفسه يا كفاح في ناس رجعت تنتقده من جديد. وقالت يا جماعه في ظل الظروف الماليه دي وفي ظل الظروف الصعبه دي وفي ظل الانديه اللي بتعاني والمستوى الفني اصلا بقى ماشي في النازل، رجعونا للوضع اللي كنا عليه زمان، نلعب يا هول الدوريات كل ولايه في ولايتها وبعد كده الاوائل يلعبوا دوري السودان زي زمان. هل شايف انه الراي ده ممكن يكون منطقي في ظل الظروف الماليه الموجوده الان؟ لا لا لا، ده راي خلاص زول فلس. ما كلهم فلسوا، كلهم فلسوا، لكن كلهم فلسوا. الدوري ده دوري اسعى الليله مثلا يقولوا برشلونه وختافي وريال مدريد رجعونا. لا ما دي ده يعني طيب انتم تجيبوا الرعاه، انا ما دارس لك لجزئيه معينه. الدوله
انا كلامي الجبيه قلت لك الدوله المفروض تدعم. ما كفاح مثلا امريكا دوري المنطقه الشرقيه ودوري المنطقه الغربيه، البرازيل برضه بيلعبوا دوري مناطق، المساله بتختلف مقاطعات برضه. يعني مقاطعات اسبانيا واوروبا وبشكل عام، يعني هناك الليفل الاعلى بتاع الكوره والاقتصاد والقروش احنا وكل هسه هذه عندنا في التفاصيل. اسيا هنا في احنا السعوديه ما نعيش على يعني المدري، جينا على قدر لحافنا. لحافنا ما دايرين دوري ممتاز. زمان الدوري الممتاز ده كان اسمه الدوري العام او تاني قسموه سموه الدوري مثلا شمبات كم تلعب في الدوري الممتاز وتلعب في دوري الدرجه الاولى. الان الدوري الممتاز بقى مطلب لكل الولاة، لكن للاسف الشديد الفريق من نطلع الممتاز الناس ترفع يدها منه. كفاح كان مطلب لكل الولاة لما كان بتلعب في الولايه نفسها، الان الدوري الممتاز بيبدو فيه يعني بعد ما كان بتلعب في كل الولايات بقيت تلعب في 4 مدن، يرجع تاني الخرطوم، وانت الان كمدرب من كبار مدربي الدوري الممتاز بتتكلم انه الافضل انه يلعب في نظام التجميع في الخرطوم. انا من ناحيه اقتصاديه، ما هي الناحيه الاقتصاديه السبب، هي السبب. فنيا لكن لو رجعنا للنظام القديم رغم انه صعب في الفتره الحاليه دي، وان كان بعض الاصوات الخجوله اصبحت تنادي بهذا الامر، يعني هل من الممكن انه يساهم نوعا ما في تخفيف العبء المادي تطور الكورس، لانه ابطال الولايات هم اللي تاهلوا خاصه بعد الغاء الوسيط؟ طيب انا زير احتمال الاتحاد العام بنسبة كبيرة يشيل عملية الترحيل، والترحيل ده لما تشيله بتكون خففت عبء كبير جدا جدا. نعم. أنا ما مؤكد لكن ربما يكون في كلام زي ده. نعم. لكن إذا عملية الترحيل دي ما تشالت الأندية دي ما حتقدر، أصلا ما حتقدر. أنت قلت لك سفرية واحدة ظهر لك 18 مليون هتجيبها من وين؟ ما في أندية الخرطوم احتمال هي تكون كسبانة. نعم، لأنها برضو كثير بتسافر يعني. بتسافر لكن ما زي سفر حيدوب، ما زي سفر حي العرب. حي العرب انت عندك فريق واحد اللي معاك في منطقتك، ما زي الشرطه الولايه اللي فيها فريق واحد هي اللي بتدعم، لكن فيها 6 7 بتكون نسبه سفر 40% او 30%، لكن فريق من الولايات سفر نسبه سفره 100%، دار لك مبلغ كبير جدا جدا. نعم. من وين تجيبه؟ لما اذا مشيت لاي حكومه حتقول لك يا اخي انا عندي والله التعليم والصحه ومرتبات المعلمين وين وين، ما حتقدر. لكن في رايي ولاه الولايات لو اهتموا بشريحه الشباب ممثله في الدوري الممتاز وفي دورياتنا المحليه بيكونوا قفلوا طاقه كبيره جدا جدا من الاشكاليات والمشاكل اللي احنا بنجابها في السودان. مواصل مع توتي ولا خشيت مفاوضات مع نادي اخر؟ والله يا اخي احتمال انتقل لمنطقة سيادية شوية، ما في الكورة، برا الكورة. لكن اوضح لنا، فسر لنا يعني. الله شوف، نادي توتي ده نادي محترم، نادي عريق، نادي اسري، نادي صح. شامل، الواحد وجد فيه كل احترام ووجد فيه كل تقدير، مع احترامي لكل الاندية التي عملت معها، لكن ما وجدته، أنا ما بتكلم من ناحية مالية. نعم. من احترام وتقدير في نادي توتي تخلينا أشكرهم مثنى وثلاث وربع. نادي الآن بيعاني زيه زي الأندية الأسعي بتعاني دي، نتمنى إنه الناس تقيف معاهم، تساندهم، تعازرهم. هي منطقة جزيرة، إحنا ما دايرين تكون الجزيرة دي معزولة من الوسط الرياضي. وكلامي هنا واضح. إذا إدارة توتي دي الناس يقفوا معاهم في ظل إنه عنده اللاعبين بمستوى كبير، ممكن النادي ده يمش بعيد جدا جدا. انا بالنسبه لي انا على الصعيد الشخصي كل الامور متوقعه وكل الامور معلقه، حتى تاريخ هذه اللحظه لم اغرر في مصيري التدريبي. لا، ما قلت جهه سياديه. جهه سياديه ليش؟ احتمال اخلي الكوره شويه كده. نعم. فتره بسيطه كده، لكن ما حددت. نعم. لا حتمشي وين؟ حتنضم الاداره اهليه، حركه مسلحه، حتمشي وين؟ يكفح تخلي الكوره. لا لا، ان شاء الله دي كله ده سؤال سابق لاوانه، لكن الان في الكوره ما حددت انه انا امشي وين ولا اتجه لوين. حامشي للنادي اللي بيحترم العهود والمواثيق والاحترام والتقدير، من ضمن الانديه دي نادي توتي المحترم. نعم. في انديه بدات تتواصل معك؟ كثير. نعم كثير. بعد الصعود للممتاز ما عودك الحنين لمدينة؟ ما بدوا يتواصلوا معك؟ والله مدن كثيرة، في مدينة نهر النيل، مدينة وسطية، مدينة كثير جدا جدا. واحتمال تسمع بخبر وكون سعيد يعني.
وهيكون حصري معاك انت في بعد ما يحصل، قبل ما يحصل بديك النتيجه ان شاء الله. طيب كفاح ناس كثيره انتقدتك بعد تعادلك مع الهلال في الدوره الاولى، وانك مشيت في الملعب في الابيض ولقيت ابراهيم وقلت له شوف عطلت لك الخوايا. ناس كثيره قالت يعني كفاح ما صح منه انه يصرح تصريح زي ده. طيب انا اقول لك حاجه، ابراهيم ده تربطني بعلاقه كبيره جدا جدا، وصديق شخصي وصديق للاسره. انا قاعد في الملعب وابراهيم بهناك، في جزء من الجمهور اشتبك معه، اشتبك مع ابراهيم. نعم. جانب بتاع العلاج الطبيعي قال لي يا اخي ابراهيم ده الناس ديل اشتبكوا معه احتمال تحصل مضاريب. انا بدوري تكلمت مع البوليس قلت له امشي للزول ده بعد نهايه المباراه، بعد نهايه المباراه ده ضيف. هو ابراهيم بهناك مشتبك مع جمهور، وانا بجوا الملعب بتكلم فيه بقول له يا اخي ما انساهم، ما تتكلم معهم. حتى جاء البوليس وفي ناس كثير من عقلاء اللبيض جه اعتذروا له وكذا. ما تناقشنا في الكوره دي نهائيا، والظرف ما كان بيسمح بانه انا اتناقش معه، كان همي انه انا ابراهيم ما يعمل مشكله ولا عمله معه مشكله. وفي الوقت ده انا كنت ممكن لو السياج كان قريب كان تلبته، لو حصلت اي شيء كان انا حميته وعملت كده ولا كده، كانوا الاثنين في كيف كان تلبته دي قبل 15 سنه؟ ما احتمال، قلت لك كان فتره. لكن لا ما يعني وديك ناس كثيره تكلمت قالت ما صح ده، قال لي ابراهيم عطلت لك الخواجه وقالوا يعني انت مدرب في الدوري الممتاز وكده يعني. انا دار اديك حاجه، وده مدرب المريخ اللي هو منافس الهلال والكوره يعني. طيب انا دار اقول لك شيء، انا احترم الهلال واقدر المريخ وعلاقاتي كلها في الهلال وفي المريخ. نعم. والمدرب المحترف لا يمكن يميل على جهه على حساب الاخرى. انا ما مدرب ومدرب بشجع العباسيه، لو جاني الهلال بشتغل معه، جاني المريخ بشتغل معه. انا ما ممكن اكسب الهلال واخسر المريخ، ولا ممكن اكسب المريخ واخسر الهلال من ناحيه احترافيه، من ناحيه بتاع التقدير. فاي كلام بيحصل في الحته دي ده كلام ما عنده اي معنى، وده كلام ما عنده اي صحه. انا علاقاتي المميزه مع الهلال مع المريخ ما عندي اي اثنين ثلاثه، احترم الهلال احترم المريخ. وتمت لي ساعات كبيره جدا جدا في السوشيال ميديا دي، نعم ما عينت لها ولا رديت. وفي واحدين قال لي يا اخي اشتكي، امشي اشتكي كده كده، قلت له ما بشتكي، دار اشتكي بشتكي لربنا ما بشتكي لاي بشر، وموضوع زي ده انتهيت منه. وتمت ساعتي في كره الهلال، نعم وتوتي في جبل اولياء بعد في اختام الدوري الممتاز. نعم في نهايه المباراه جاء اخونا العلاقي مجلس الاداره، وما مشوا للعيبته في الهلال هناك، وجاء من ضمن مجلس الاداره كله وجاء بيعتذر. يا اخي والله قلت يا اخي معلش، ديل محسوبين على الهلال، فانت يا اخي سمعت واللي ساعات بس انت اكبر من كده وكده وكده وكده، فلا اخوان عذركم مقبول. بعد ذاك احنا مشينا كلنا كجهاز فني لاعبين، هنينا نادي الهلال بمناسبه فوزه ببطوله الدوري. نعم. احنا ما بنلعب، انا شخصيا ما بلعب بالوكاله للهلال والمريخ. انا المدرب الوحيد اللي غلبت الهلال والمريخ في اسبوع واحد. تغلب الهلال يقول لك كيف واحده من رخابي. تيجي تغلب المريخ يقول لك ده الهلالي. انا غلبت الهلال ب ب ب بالرابطه كوسي، واحنا كنا هبطنا لدوري التحدي. اتعادلنا معاه بالامل داخل استاده. اتغلبنا من الهلال 3-0 الوين، دي ما نتيجه المباريات كده. المريخ ده انا درنت معاه وغلبته كثير جدا جدا، ودرنت معاه في ولد هاشم سنارو. طيب نتائجك الكويسه مع القمه دي ليه ما حصل فكروا فيك كمدرب معاون لاحد الاجهزه الاجنبيه؟ طيب الناس زي الكلاتي تمشي الهلال ولا لا، ده من رخابي، تجي المريخ ويقول لك ده الهلالي. انا بعدين هذيك انا عباسابي بشجع العباسيه، لعبت في العباسيه، دربت العباسيه، بقيت اداري في العباسيه، اشغل اول العباسيه والثاني مبدل. هلال مريخ ديل بشجعهم قوميا. الليله الهلال ده لو لاعب مع الترجي حاشيل علم الهلال واتغمس دور المشجع. المريخ ده لو لاعب مع في تكلوب الكنغولي حاكون زي الجنيد ويسحق بقرن، اشجع ده السودان. ما انا ما في كده،
النظرة بتاعت انه معاون وما معاون دي كانت ماشي بيجي وقتها وزمانه بيجي. ونتمنى انه التوفيق لاي مدرب يجي، احنا في النهاية زملاء سواء كان كنغولي سوداني جزائري ارجنتيني، التوفيق بالنسبة لهم. لكن انا بعلي لك يا محمد خير من قناة البلد، القناة الجميلة الحلوة، انه كفاح ده الاهلا لا بلا من رخابي، كفاح ده محترف. انا محترف احترم الهلال اقدر المريخ، وبالعكس اقدر الهلال واحترم المريخ، خلاف كده ما في كلام زي ده. الناس اللي بالسوشيال ميديا بيتنبذوا وبيسيبوا بيقولوا اتقوا الله يا اخي، ما في كلام الفارغ. انا قبل كده بدردش مع زول، بدردش قلت موته ده، احنا بعد تعادلنا وجينا راكبين في البص بدردش مع اخونا مرتضى دياب، تحيه له مرتضى دياب، وبعدين بقى زول ده حاجه يعني حجه مبروره، تحيه بتناقش معاه قلت له والله يا اخي موته ده المفروض يدي الصلاه الحرام يا اخي، ده بياخذ 15 ولا 20 في دولار، احنا بناخذ لنا 300 دولار. درنا معاه بيضحك دعابه يعني دعابه. الا في جروب كده الناس كلهم رياضيين وناس حلوين ومع بعض، واحده من الصحفيات بنتنا واخوتنا ناهد الباغر نقول لها العروس تحيه، العروس لك التحيه، شالت الكلام نزلته في الصحف، قلبت عليه الشارع ده كله. كفاح قال انه موته المفروض يمشي الصلاه الحرام وين وين، قلت له يا اخي انا موته ده زول زميل تدريب عندي في راي ما بتيح كده 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 كده، مشوا جو بعد اسبوعين وبعد ثلاثه قالوا كلام كفاح صح. انا احنا في النهايه ده ما مدرب اجنبي، طيب كده ناحيه نفعاتك وخدماتك، طيب ده مدرب اجنبي، ده مدرب اجنبي، انا احنا نعم. الاجنبي احنا مواطنين صحيح، دايرين الاجنبي احنا زادنا نستفيد منه كمدربين يا محمد صحيح. نعم انت بتجيبوك بالدولار واحنا بجيبونا بالجنيهات دي، لقيناك انت كويس احنا نجي نستفيد منك كلنا كمدربين. انت ما خلاص انت جاي من دوله كبيره ومن دوله وين 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 وكده، فهذه كلها اشكاليات يعني حاصله. نعم ده الحاصل في الوسط الرياضي، وان شاء الله الامور تتحسن وتصبح افضل، ارتفع مستوى النسق الفني كل الحاجات، انا متاكد انها حترتفع بكل تاكيد. كفاح صالح الجيلي اشكر جزيل الشكر، شرفتنا ونورتنا على وجودك معنا اليوم في قناه البلد. والله انا شاكر لكم، والله يا محمد لو ما القناه دي عزيزه وغالي علينا، وانت رجل ابن اكرمين في ظروف الخريف والجري والحياه دي الجيب بتاعتنا بتكون صعبه، لكن احنا ان شاء الله تحت الخدمه اكيد، وشاكر لك وشاكر لكل المشاهدين اكيد. وعندكم دور كبير بالذات في فتره التوقف دي، لازم كثير من المواضيع نناقشها، وانتم على الخبره لازم تدلوا برايكم والجمهور يسمع كلامكم بكل تاكيد ان شاء الله. حنطلع فاصل، وبعد الفاصل حنستقبل الاستاذ ابو بكر مصطفى وكيل اللاعبين المعروف و قرر شؤون اللاعبين غير الهواء السابق والاتحاد السعودي لكرة القدم، هنعرض لكم النموذج الجديد للعقد الذي طرحه الاتحاد السعودي لكرة القدم بين الأندية واللاعبين، والكثير من التفاصيل مفترض تكون مهمة وملمة بها اللاعب والنادي وبرضه جمهور كرة القدم، خليكم معنا.